نصل إلى الملف الفلسطيني الذي نتابع فيه آخر تطورات مسيرات العودة الفلسطينية، حيث شيع الفلسطينيون اليوم جثمان الشهيد إلياس ياسين في محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية بعد أكثر من شهرين على احتجاز جيش الاحتلال الإسرائيلي له. المظاهرات الفلسطينية على قطاع غزة اليوم في فعاليات مستمرة شارك فيها الفلسطينيون حاملين الأعلام الفلسطينية. الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة أطلقت على الجمعة 21 للتظاهرات اسم مقاومة التطبيع، وأكدت الهيئة على أن خيار المقاطعة الشاملة للهيئة هو المقاطعة الشاملة للاحتلال الإسرائيلي، ودعت الفلسطينيين للمشاركة في تلك المسيرات حتى تحقق جميع أهدافها. معي هنا مرة أخرى الكاتب والباحث الفلسطيني أستاذ خليل الأغا. أستاذ خليل الأغا، كيف تنظر لاستمرار هذه المظاهرات على الرغم من استمرار الاحتلال الإسرائيلي بالتصدي لها بشكل عنيف، يطلق الرصاص الحي على المتظاهرين ويقتلهم، وإن خفت وتيرة القتل في الآونة الأخيرة؟ الحقيقة هذا من يعني من الأمور التي تشعرنا فعلا جميعا بالعجز، أن هذا هؤلاء الناس المحاصرون في قطاع غزة منذ أكثر من 10 سنوات لا زالت لديهم هذه الجذوة والروح وروح المقاومة في الخروج إلى مثل هذه الفعاليات. قد أختلف قليلا مع أنه أحيانا يعني في الأوقات التي كانت هذه الفعاليات تتسم بعنف الاحتلال ضدها، أننا نحتاج للتعامل بشكل أكثر ذكاء مع هذه الفعالية مع الاحتلال بشكل أكثر ذكاء. المقصود في هذا الأمر ألا نسمح نظهر للعالم أننا في مقاومة سلمية نخرج رغم كل هذه الجراحات التي تملأ حياة هذا الشعب في قطاع غزة، نظهر للعالم بشكلنا السلمي دون أن نسمح للاحتلال الذي لا يحتاج للتبرير بالمناسبة، يعني الأمر لا يحتاج لتبرير عنفه ضد الفلسطينيين. وهل ترى غير ذلك؟ يعني هل ترى بهذه المظاهرات على حدود قطاع غزة دون تماس مع الاحتلال، هل ترى فيها مظهرا غير سلمي؟ هي بالكامل سلمية، لكن قد تشوبها أحيانا بعض المداخلات أو بعض الفعاليات التي يتذرع بها الاحتلال لإطلاق النار على المتظاهرين، لكن هذا بشكل عام لا ينفي مطلقا أن الاحتلال لا يحتاج أساسا إلى مبرر ولا يحتاج إلى أي نوع من التذرع بأي سبب أنه طيب. تم إطلاق النار على المتظاهرين. حتى الآن هذه المسيرات الهدف الأساسي لها هو تسليط الضوء على حق العودة الفلسطيني، إلى أي مدى نجحت في ذلك؟ هي نجحت بشكل قوي الحقيقة. منذ بداياتها اعتقد الجميع أو الكثيرون أنها قد تستمر لفترة محدودة ثم تتوقف، لكن الشعب الفلسطيني يثبت دائما وأبدا أنه يتفوق على كل هذه التصورات وعلى كل هذه التوقعات، ويسمو رغم كل هذه الجراحات والعذابات التي يمر فيها، إلا أن الهدف الوطني لا يزال متقدا، لا يزال هذا الشعب يحمل الشعلة ولا يتردد أبدا في أن يقدم روحه مقابل هذه يعني بهذا الشكل من التضحية. لكن فعلا هي أثبتت للعالم سلمية هذه المظاهرات وحق هذا الشعب فعلا في حقوقه وحق العودة. نعم، معي من غزة مسؤول دائرة اللاجئين عصام عدوان. أهلا بك أستاذ عصام، كيف تنظر لتركيز هذه المظاهرات على حق العودة من ناحية تحقيق ذلك الهدف حتى الآن؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام ولضيوفك في الاستوديو. يعني هذه المسيرات جاءت بعد حوالي 70 سنة منذ النكبة ومنذ تهجير الشعب الفلسطيني. ربما غابت الفكرة طوال هذه السنوات الطويلة عن محاولة العودة الفعلية، وانتظر العالم أو انتظر الشعب الفلسطيني طويلا لتحقيق القرارات الدولية و
لتمارس الدول التي تدعي احترامها لحقوق الإنسان يعني دورها في إعادة الشعب الفلسطيني إلى أرضه وإلى حقوقه. لكن كل هذا ثبت فشله، بل بالعكس تماما، يعني تمادت الإدارة الأمريكية وتواطأ معها الكثير من دول العالم، تمادت في تغييب الحق الفلسطيني ومحاولتها لشطب حق العودة وإنهاء الأونروا والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. من هنا جاءت الدعوة لمسيرة العودة لإعادة القضية الفلسطينية إلى الطاولة ولإعادة الاعتبار لها باعتبارها قضية حية، لازال شعبها يعاني الأمرين في داخل فلسطين وخارجها، وبالتالي طرحت هذه المسيرات. طيب، ما علاقة التطبيع وأهمية هذا العنوان أستاذ عدوان، آسف للمقاطعة، بموضوع قضية العودة للفلسطينيين؟ نعم، هو في هذا السياق، هو يعني نحن نتكلم عن عودة صدر بحقها عدد من القرارات الدولية وقرارات لمنظمات إقليمية مثل الجامعة العربية وغيرها من المنظمات، ولكن كل هذا لم يؤتي ثماره، وجاءت المفاوضات مدريد وأوسلو وغيرها ولم تؤتي أيضا أي ثمار، وبالتالي أصبح الشعب الفلسطيني يعني ظهره إلى الحائط، لا يجد شيء يخسره، هو يريد تحقيق العودة، هو يريد أيضا كسر الحصار، هو يريد استعادة الحقوق، هو يريد القدس، وهو يجد هناك تنادي يعني أكثر من أوقات سابقة، تنادي من الإدارة الأمريكية في تغييب هذه الحقوق، وبالتالي أصبح محفزا لممارسة هذا الشكل الجماهيري الواسع جدا والمكلف جدا بالمناسبة، وربما لم يتقرر في حينه في شهر مارس الماضي أن المسيرات سوف تمتد مثلا لعام أو أكثر من عام. شكرا. ولكن الوقائع واستمرار وتغطرس العالم وتغييبه عن الحقيقة وتجاهل لهذه التضحيات الكبيرة ولهذا الحراك الجماهيري الضخم، يعني كلنا يشهد كيف تفاعل العالم مثلا مع مظاهرات فرنسا مثلا، يعني هناك حالة من التفاعل، لكن ماذا، ما هو موقف العالم من مظاهرات تجري على حدود قطاع غزة تطالب بتطبيق قرارات دولية، تطالب بفك الحصار عن شعب محاصر منذ 12 عاما، وهذه هي رسالة هذه المظاهرات التي يبدو بأن المتظاهرين في غزة مصممون على إيصالها. شكرا لك، مسؤول دائرة اللاجئين في غزة سيد عصام عدوان. ختاما أستاذ خليل، كيف ترى أنت الرابط بين مقاومة التطبيع وتحقيق الحقوق الفلسطينية المتعلقة باللاجئين وعودتهم إلى قراهم؟ هناك أمر بات واضحا، أن هناك بعض الدول العربية باتت داخلة في دائرة التطبيع مع الاحتلال، وبالتالي التغاضي عن حق العودة، وهذا هذا هذا جزء رئيس ركزت عليه إدارة ترامب مع الدول المحيطة، أنه مقابل التنازل عن حق العودة يمكن أن يعني يحدث تقدم في القضية الفلسطينية والتطبيع مع علاقات المحيطة. يأتي الشعب الفلسطيني اليوم ويقول أن مثل هذه الموجة التطبيع لن تمر، إذا كنا نقف في وجه الاحتلال فنحن سنقف في وجه من يقف خلف الاحتلال أيضا ومن يحاول إسقاط حق العودة، وهذا لن يحدث. شكرا لك الكاتب والباحث الفلسطيني خليل الآغا، والآن إلى